ضيفنا في هذه الفقرة اللي منورنا من المملكة العربية السعودية هو شاعر وإعلامي، سيرته الذاتية حافلة لها العديد من الإنتاجات الشعرية وديوان صوتي، تعاون مع العديد من الفنانين ومع المنشدين، وكانت له مشاركة مع الأعياد الوطنية الكويتية. راح نتكلم أكيد مع ضيفنا وراح ندردش حول مجاله الشعري وأيضا مشاركاته سواء كانت في الإذاعة والإعلام وغيرها مع الشاعر والإعلامي السعودي مرزوق الروقي. حياك الله ومساء الخير والحمد لله على السلامة. الله يسلمك ومساء سعيد لك حياك الله. وللمشاهدين، وتشرفت الليلة بوجودي في القناة العريقة قناة الرأي. حياك الله، أكيد منورنا دائما. يعني نبتدي مع ضيوفنا اللي يكونون مشرفينا يعني من برا الكويت في سبب زيارتك للكويت. والله الكويت بلدي الثاني طبيعي يعني، حياك وأنا الله. ما أشوف في غرابة بتواجد السعودي في الكويت أو الكويتي طبعا في السعودية. أكيد احنا اخوان واشقاء والروابط بيننا طبعا وثيقه جدا الحمد لله. طبعا فانا يعني احب الكويت، وفي نفس الوقت يعني لي اصدقاء اعلاميين وشعراء هنا، نعم وفيه دعوات وجهت لي اليومين اللي فاتوا، فكنت موجود يعني وسعيد بتواجدي والله. حياك الله، اكيد منور ديرتك الثانيه. الله يطول عمرك. الكويت، هل ممكن احنا نقدر نقول سبب الزياره ممكن تكون تعاونات مع بعض الفنانين لاي امور بمجال الشعر وغيره؟ والله هي الفتره هذه يمكن يعني لقاءات تلفزيونيه او لقاءات مع اخوان الشعراء والصحافه الشعريه، اللي انا اعتبرها منبر مهم جدا لاي شاعر انه يكون موجود في الكويت. طبعا اكيد منورنا اليوم الله يطول عمرك. وشرفنا اكيد من خلال برنامج رايكم شباب. الله يحفظك. ايش رايك نبتدي حوارنا في المقارنات؟ نبتديها اول شيء مع المقارنه ما بين الشعر الكويتي والشعر السعودي، هل تشوف ان في تشابه ما بين الاثنين؟ والله انا اشوف انه ما في اي فرق بين الشعر الكويتي والسعودي، يعني اللهجه واحده والثقافه واحده تقريبا، يعني هو مدارس شعريه وانا اشوفها متشابكه يعني بين البلدين، فانا ما اشوف في فرق بينهم. نعم، خلينا نكسب عيال جيتك اليوم لنا من خلال هذا البرنامج ونسمع منك كم قصيده. ابشري. يقول يضحك السن، يضحك السن عطني لابتهاجك سبب، هو به الأيام شي سرنا وجهله، قل لي وخذ علم لا يقرا ولا ينكتب، علم اني زهدك عيش سنينك المقبله، في تالي الوقت ما عدنا على ما نحب، نصبح على خير ونمسي محنا هله، عشنا وشفنا من ايام الزمان العجب، كم سلم نقبل عليه وقبل ما نقبله، تداولتنا الخطوب مفرخات الكرب، وقامت تناسل ولا به كرب ما تنسله، يصفق بنا عاتي الايام وسط المهب، ونبغى الهدى والدليل اخلفته البوصله، فالصبح نخشع واذا جا الليل نلعب طرب، العقل صابه تبلد والفؤاد انبله، نفخر بالاموات ومفاخر بذكر النسب، كل يشوف نسبه خير النسب وافضله، وتقول جدك فعل واقول جدي كسب، وحنا فعلنا الفعايل وانت فعلك قله، ناكل لحم بعضنا ونثور عند الغضب، وكمومنا قاصره وثيابنا مسبله، نجهل صليل السيوف، نجهل صليل السيوف ونعرف ام الركب، وقت اللزز ما تبين علومنا الاوله، حلم البنادم ما بين الفاتنه والذهب، واقصى طموحه مزاين بكرته وجمله، وكل يبى المشيخه ويشب نار الشبب، ويشوف مخراج درب ما عرف مدخله، عدل المبينات ما يلحق حدينا تعب، وميل الخوافي عسى رب الملا يعدله، كم بيننا من يتيم قد سرق وانسلب، وكم بيننا من فقير ما لقى مأكله، وكم بيت لطفة لهب واللعب وسطه لهب، قالوا وقالت وقلنا وقبعت مشكلة، الحال مزري وما وجه التسامح نضب، ما بخجل لو بقول أحوالنا مخجلة، بالله وش ينتخلد من فعول العرب، شوف حالهم هالزمان وقارنه بوله، ما يجبر الكسر ويرد البلاء لا قرب إلا ليام إن هلنا الدين من منهله، قال الله وقال عبد لا حكى ما كذب، هي خير مما جمعنا في الزمن بكمله، وبكرة
الأيام اللي لحقنا من سفرنا نصب، يبين علم نعرفه كننا نجهله، وإن كان من بعد هذه جال دمعك سبب بالله هله على حال العرب. أصبر ما شاء الله، وصح لسانك. صح لسانك. يمكن مرزوق في مقولة دائما تقال أن الشاعر ابن بيته، هل ممكن الشاعر يكتب ويستوحي قصيدة أو شعر من بيئة غير بيئته، ممكن تأخذ هذا الصدى والصيت؟ طبيعي، لأن الإنسان أو الشاعر يكتب خيال في الغالب يعني، فممكن يكتب في بيئة ثانية ما عاشها ولا عاصرها، بس انه يعني تخيلها وكتب فيها. فانا اشوف ان الموضوع طبيعي جدا يعني، احيانا تلقين شاعر غني يكتب كانه فقير او العكس، وتلقين شخص يعني ما راح لاماكن معينه تلقينه يكتبها يوصفها وصف دقيق يعني، وهذه خيال الشاعر وابداعه. نعم، وهل ممكن ايضا تكون مؤثره بتاثير القصائد اللي هو يكون عايشها؟ اي طبيعي طبيعي، انا اقول لك انه سبحان الله هي الموهبه يعني، هو اذا كان خياله خصب تلقين يكتب في اشياء يعني اللي يسمعها يقول هذا عاشها وعاصرها وهو ما شافها ولا مرت عليه. نعم، شنو اكثر المجالات الشعريه اللي تحب ان انت تكتب فيها وتستوحي من خلالها قصائدك؟ والله انا يعني اكتب اكثر شيء الوجدانيات، او يعني اللي يلقى يعني تلامس مشاعري او الشيء اللي انا امر فيه وفي يومياتي، فهذا اللي في الغالب اكثر شيء اكتب فيه. نعم، يعني دائما بما انك تتكلم عن الامور اللي خاصه بالمشاعر والاحاسيس والوجدان، نقدر نقول ان قصائدك حقيقيه؟ لا مشكله في الغالب مشكله في الغالب يعني حقيقيه، لكن يعني اكثرها خيالات شاعر يعني. صحيح، ساعات يكون في قصائد لما نسمعها ظل مركزة في بالنا لفترة وايد طويلة، وتلقى كل بين فترة وفترة إذا كانت يعني إذا كانت هذه القصيدة منتجينها ومسجلينها يحب الواحد يسمعها كل بين فترة وفترة. هل أنت في عندك قصيدة سواء أنت كاتبها أو أحد من الشعراء اللي تحب أن أنت دائما تسمع له أو حتى تقرأ له مركزة في بالك؟ والله أنا يمكن قصائد شعراء، في كثير شعراء أنا أحفظ لهم، ولكن إذا تكلمت عن تجربتي أنا في قصائد كتبتها من زمان وما قدرت أتجاوزها ولا قدرت أنساها يعني، صراحة يعني دائما تمر في البال، دائما أحبها يعني أعشقها. شو السبب؟ ما أدري، يمكن ظروف كتابتها تتعلق بالشخصية اللي أنت كاتب عنها؟ لا مو بشرط، مو بشرط يعني، لكن ممكن أنها يعني في حالة الكتابة ذيك كانت حالة معينة ما طلعت منها أو ما نسيت التجربة. خلينا نسمع منها عيل، ايش رايك؟ نسمع شيء ما تبي تقول شيء انت لا تحبه؟ نسمع شيء يعني مقارب، شيء ثاني مقارب ومشابه يعني. تفضل. ودعيني قبل يقفي بك زمانك، ودعيني قبل يقفي بك زمانك، خايف اني اخذك قبل تودعيني وتركي لي شيء من ريحة حنانك أتنفسها إذا سهرني حنيني، وعوديني أفقدك وأفقد مكانك لجل بكرة ما يضيق الكون فيني، ونسي أسماعي طعم لثغة لسانك، ودرجي غيبتك عن نظرات عيني، هزي بعيني ثباتك واتزانك، كل ما قدم لك الحب اجرحيني، سوي أي شيء يكسر كبر شانك، لو على حساب الغلا بينك وبيني، لو على حساب الغلاء بينك وبيني، قلت ما قلته وانا ما ابغى هوانك، عندي انتي بعد قيمه والديني، وكثر ما تتورد افراحي وزانك، لا ذكرت البعد مدري وش يجيني، لو تمرك لوعتي هزت كيانك، والله اني في خطر مير الحقيني، امنيني خايف ومحتاج امانك، ناشدك بالله تعالي وامنيني، متعلق فيك وبميله ليانك، اه يا ميله ليانك في يديني، شوف نجلة عينك وضحكة ثمانك، اشتريه بعمري وقادم سنيني، والخفوق اللي حفظ قدرك وصانك، ادركيه بما يسره وادركيني، وطالبك طالبك لا جاب يقفي بك زمانك، كفنيني قبلها ثم ادفنيني. صح لسانك، صح لسانك. اكيد منورنا اليوم مرزوق الروقي. يمكن ذكرنا في البدايه ان كانت لك مشاركه من خلال الاعياد الوطنيه الكويتيه وتعاونك مع بعض الشعراء الكويتيه من خلال برنامج مراسي على ام بي سي اف ام، اذاعه ام بي سي اف ام. اذا بنتكلم عن هذه المشاركه لك، كلمنا عنها. والله يعني البرنامج كانت الفكرة أنه تغطية أو التفاعل مع الأعياد الوطنية الكويتية. نعم. أدام الله أفراح الكويت. يعني كانت المبادرة من الـ MBC، وأنه ودنا يعني يكون فيه مشاركة، والحمد لله اخترنا
يعني نخبة الشعراء والإعلاميين الشعريين في الساحة الشعرية في الكويت. نعم. وسوينا حلقة خاصة يعني في البرنامج عندي، برنامج مراسي على إذاعة MBC FM اللي أنا أقدمه. نعم. فالحمد لله كانت حلقة جميلة، وكانت يعني المشاركات كانت مشاركات الشعراء أجمل. كانت هي في نفس الأسبوع اللي كان فيها الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي. نعم، منو كان معك من خلال هذا البرنامج والشعراء اللي كانوا مشاركينك من شعراء الكويت؟ كان معي قامات باسقة وقامات يعني قدمت الكثير للشعر، مثل الشاعر الكبير عبد اللطيف البناي، نعم، والشاعر الكبير حمود البغيلي، والشاعر الكبير ناصر السبيعي، وأيضا الشاعر والإعلامي الكبير خالد المحسن، وفي بعض الأسماء الشعراء الحين ما راحت عن بالي، بس كان في مشاركات شعرية، لكن هذول أبرز الضيوف اللي كانوا معي. نعم. وتكلمنا عن تجاربهم، تكلمنا عن تفاعلهم كشعراء مع اليوم الوطني الكويتي، فكانت يعني أقول لك مشاركات مميزة وتشرفنا فيهم. نعم، يعطيكم العافية الأمانة من خلال هذه المشاركات تزامن مع الأعياد الوطنية الكويتية. والأمانة هذا الشيء مو غريب لا على المملكة العربية السعودية ولا على MBC ولا حتى عليكم، دائما كل واحد يحب أنه يقدم من خلال مجاله اللي طريقة حبه وتوصيله لمشاعره من خلال المجال اللي هو موجود فيه. إذا بنتكلم الحين عن مجال التقديم والشعر، خلينا نقارن ما بينهم، وين تشوف نفسك؟ أنا الأمانة يعني كثير قال لي أنه مقدم أو مذيع، أو أنا ما أحب أني أقول عن نفسي هالشيء هذا، لأنه يعني يبي له دراسة، يبي له شخص يعني له باع طويل في الموضوع هذا. أنا شاعر وقدمت برنامج شعري، فحبيت أني أختصرها على الموضوع لأني خفت أنه يعني يأخذني من الشعر، أو صحيح. حتى كتصنيف أو حتى ككتابة شعر يعني. نعم. فلا زلت اقاتل اني ما اصير في يعني حساب اعلامي او مذيع، وان شاء الله ننجح على الموضوع هذا ان شاء الله. اكيد احنا راح نكون متواصلين معك اكيد، وراح نتكلم اكثر عن ديوانك الشعري وانتاجاتك الشعريه، وما زلنا ترى مستمرين في هذه المقارنه ما بين الاعلام وما بين الشعر من بعد هذا الفاصل. وما زلنا مستمرين في حوارنا مع ضيفنا الشاعر والإعلامي السعودي مرزوق الروقي، حياك الله مرة ثانية من خلال برنامج رأيكم شباب. يمكن قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن موضوع التقديم الإذاعي وغيره والشعر والمقارنة ما بينهم، وكان عندك هذا التخوف أن أنت تنجرف مع الإعلام، ممكن هذا الشيء يأخذك من الجانب الأدبي والشعري. صحيح. شنو سبب هذا التخوف؟ والله أنا يعني بديت في كتابة الشعر في سن مبكرة، وعشقت الشعر وكقارئ وكمتابع، وبعدين كتبت الشعر فتعلقت في شيء اسمه شعر. لما عرض علي اني اقدم يعني برنامج شعري كنت متخوف انه يعني ياخذني، او حتى التصنيف يتغير. وللاسف اني لاحظت انه بديت يعني اصنف في بعض الاماكن انه الاعلامي او المذيع الفلاني. فدائما اقول يا جماعه الخير انا ماني مذيع ولاني اعلامي، انا شاعر قدمت برنامج شعري. فاني خفت ان الموضوع يطلع عن السيطره بصراحه، يعني لانه صاحب البالين كذاب في الغالب يعني. نعم. لكن حبي للشعر خلاني اضحي باي شيء ثاني صراحه. يعني ما يعني فرحتي بفوز البرنامج في الموسم الاول ونجاحه والاصداء عليه برضه حتى يعني حسستني انه الموضوع جميل وكذا، لكن برضه ما ودي استمر في موضوع ما اعرف نهايته، وفي نفس الوقت ما عندي مقوماته كامله. نعم. يعني مثل المذيعين المميزين امثالك وامثال اللي دارسين في الموضوع ولهم يعني تجربه فيه. طيب ممكن هذا البرنامج او هذا الجانب من خلال التقديم الاذاعي لبرنامج شعري فادك انت على الصعيد الشخصي، فادك انت، زاد من نجاحاتك، ممكن نحن نقول قدرت ان انت توصل لشريحه معينه تهتم في موضوع الادب والشعر؟ أنا سعيد يعني بالبرنامج وبالتعامل. يعني أول شيء إني سعيد إني خذت تجربة كانت مهمة جدا لأي شاعر يتمناها أمانة. ليه؟ لأنه أول شيء إنك تقدم في إذاعة رائدة مثل مجموعة MBC، ثانيا يعني إنك تخوض تحدي مع نفسك إنه أنت تنجح ولا ما تنجح. فغير كذا إنك قدمت أسماء في البرنامج ما قدمتهم إنك دعمتهم أو كذا، بالعكس إنك أقصد إنك أظهرت مشاركاتهم، ناس تفخر انت تحبهم. صحيح. شعريا، وكنت تتمنى انه اي فرصه انك تقول شيء لهم، ولقيت فرصه انك تنقل يعني ابداعهم، ممكن التقصير من الاعلام او منهم حتى انهم ما ظهروا بالشكل اللي، فانت تنقل ابداعهم، تنقل يعني حتى الفقرات كانت منوعه بشكل انه نغطي
يعني في فقرة عن الشعراء الراحلين، يعني في فقرة عن الشعراء الموجودين الآن، في نعم. فقرة عن نجوم الشعر أقصد، في فقرة عن الشعراء الشباب اللي ما طلعوا. نعم. فحابين أن ننوع نتكلم حتى في عن أخبار الشعراء، الأخبار المهرجانات، نعم. أخبار في الخليج ككل يعني مش السعودية وبس. فهذه من الأشياء اللي أنا حبيت أني نغطي أكبر قدر ممكن من مساحة تمام. الشعر والشعراء. جميل. جميل. طيب احنا معنا مداخلة مع الشاعر والإعلامي خالد المحسن، حياك الله ومساء الخير. يا مرحبا، مساء الخير اختي اسراء، سعيد بتواجد وياكم في هذه الحلقه المميزه مع شاعر مميز وضيف غالي على الكويت. تسلم. الله يحييه شاعرنا مرزوق الروضي. الله يطول عمرك. نعم. خالد، اذا بنتكلم في البدايه، رايك في هذه المبادره الجميله من الشاعر والاعلامي السعودي مرزوق الروقي من خلال مشاركته معنا في الاعياد الوطنيه الكويتيه من خلال برنامج مراسي، أول شيء أنا صراحة سعيد في هذه المبادرة، مثل هذه المبادرات صراحة تثلج الصدر وتعطي انطباع بأن الأدب لا يقتصر على الشعر فقط، بل مساحة مفتوحة أمام جميع المبادرات اللي توحد الغلوب وتشارك، إن كانت في الكويت أو في السعودية أو في قطر أو في الإمارات أيا كان، وعمان والبحرين في دول مجلس التعاون تساهم أو تدعم الشعر أن يتواجد في كل هذه المناسبات. فمبادرة مشاركتنا في احتفالاتنا الوطنية للوطني وعيد التحرير من قبل الشاعر مرزوق الروقي ومجموعة الام بي سي من خلال إذاعة الاف ام، نعم. شيء صراحة سعدنا، أنا فخور فيه، يمكن تحدث في أكثر من مناسبة أختي أسراب ان هذه المبادرات تسعدني جدا، لاني انا اعشق المبادرات في والمشاركات في الاحتفالات الاخرى. صحيح. خالد، انا كنت بسالك عن هذا الموضوع، انت كانت لك مشاركات مع الاعياد الوطنيه سواء على مستوى الخليج وغيره، هذه المبادره بالاخص مع الاعياد الوطنيه الكويتيه اكيد ماخذه لك يعني جانب مميز فيها، صحيح؟ 100%، يعني انا شاركت كذلك، سويت الاوبريت لدوله الامارات العربيه المتحده اثناء عيدهم الوطني الأربعين. نعم. وسويت اوبريت لسلطنه عمان الحبيبه في عيدهم الوطني، وسويت للبحرين كذلك عمل، فكانت مبادره اهداءات من قلوب كويتيه كنا نطلقها من الكويت للمشاركه في اعيادهم الوطنيه. فلما تاتي المبادره او يجينا الرد من باقي الدول، وانا اول يعني يمكن المعلومة جديدة على الناس أو أنها ما تكلمت فيها واجد، أول من أطلق المبادرة، أول من أطلق مبادرة في مثل هذه التهاني، أن يكون هناك عمل يهدى في الأعياد الوطنية لدولة أخرى من دولة شقيقة. فجت لما أسمع مثل هذه المبادرة تسعدني. أنا أحيي مرزوق الروقي على مثل هذه البرامج وأقول له بيض روجك، هذا النجاح الحقيقي اللي خلى مرزوق الروقي وغيره اليوم يسجلون نجاحات كبيرة. صحيح، يعطيك العافية أكيد الشاعر والإعلامي خالد المحسن. هل في كلمة أخيرة تبي توجهها لشاعرنا؟ أنا والله ودي أني أسأل مرزوق سؤال واحد صراحة في خاطري. النجاح اللي حققه في الإذاعة بدون شك أن أي نجاح يلغي النجاح الآخر، فهل نجاحه في العمل الإعلامي راح يلغي نجاحه كشاعر؟ نعم، يعطيك العافية على هذه المداخلة وهذا السؤال وهذه المبادرة الجميلة للأمانة، ومشاركة شاعرنا أكيد مع بعض من شعراء الكويت في مبادرة خاصة للأعياد الوطنية. أتوقع سؤال خالد يعني تناقشنا فيه، لكن هل ممكن هو يطغى ولا لا؟ أول شيء أمسي بالخير على أخوي الإعلامي والشاعر الكبير خالد المحسن اللي أحبه على المستوى الشخصي والمستوى الشعري والمستوى الإعلامي، وما شاء الله يعني معروف جهوده الجبارة في خدمة الشعر والشعراء. نعم. ولكن من ناحية السؤال أنا يعني هذا الخوف اللي أنا قلته، يعني أنا ما يعني الحمد لله أنا الآن في موسم ثاني في البرنامج، قدمنا موسم أول والحمد لله موسم ثاني، لكن أنا أقولها يعني ما حبيت إني أدخل في المجال إنه يصير خلاص مصنف إنه إعلامي أو مذيع. الحب للشعر صراحة، يعني أنا يوم سويت مقارنة خلاص اخترت الشعر يعني بصراحة، يعني لأن هذا العشق القديم يعني والشيء اللي أنا لاقي نفسي فيه أكثر. الإعلام يعني شيء محبوب وشيء جميل. صحيح، دائما لما تركز على شغلة واحدة أنت تكون حابها يزيد نجاحها ويكبر، أفضل ما أن أنت تكون مقسمة ما بين الاثنين، مع العلم أن أنت هم يعني البرنامج برنامج شعري يحاكي نفس المجال اللي أنت أوريدي موجود فيه وناجح فيه وواصل فيه لجمهورك الكبير. شايك نسمع شيء منك الحين؟ أبشري. في صدري علوم كاتمها ولا بحتها،
وقناعتي في البشر قد بانت فروقها. كم واحد فوق الأرض وسيرته تحتها، وكم واحد تحت الأرض وسيرته فوقها، إن كان يخفيتها وإن كان وضحتها. شمس أمس غابت بعد غنيت لشروقها، طويت الأفكار في بالي وسرحتها. أما خذ الهزمن ولا ربح سوقها، كم كفة ما رضت ترجح ورجحتها. أدفع بها أهل الحقوق اللي ورا حقوقها، قلوب داويتها وقلوب جرحتها، وقلوب من عرق قلبي سالت عروقها. ولا قدرت أبعد أوجاعي ولا زحتها، روحي بدنيا الرفاقة قلت وفوقها. والأرض خبت حبايب خافقي تحتها، يالله مقسوم خير ما بقى فوقها. خاصمت نصف الخلائق، خاصمت نصف الخلائق ثم سامحتها، سامحت يوم الليالي بانت فوقها. صح لسانك، صح لسانك. أكيد يمكن مرزوق ذا بنتكلم على جانب آخر، وجانب تعاوناتك ومشاركاتك مع الفنانين والمنشدين، وأهم هذه المشاركات والتعاونات كانت مع الفنان الكبير أكيد خالد عبد الرحمن، وبعدها صارت عندك مشاركات وتعاونات أخرى مع المنشدين. هل تشوف أن المنشدين ممكن هم يقدمون قصايدك بطريقة أفضل من الفنانين؟ والله كلهم مبدعين ومميزين. طبعا هذه كانت تجربة قبل سنوات مع الأستاذ خالد الرحمن فنان كبير، والأسماء كبيرة في الإنشاد مثل المنشد فهد مطر ومهنة العتيبي وسعود الدلبحي وناصر السيحاني. نعم. كلهم منشدين نجوم. بعد هالتجربة يعني عندي عدد كبير من القصائد صراحة، لكني ما أعطيت أحد يعني بعد هالموضوع هذا كله، لأن الوضع تغير في ساحة الشعر للأسف. أنه لاحظنا الفن نزل نزول كبير، ما عاد فيه إلا سنجل، حتى أكثر الفنانين ما عاد فيه ألبومات يعني. صحيح. والمشكلة الثانية أنه الشيلات أو الأناشيد يعني دخلت في جو جديد، يعني تكلمنا عنه كذا مرة قبل، أنه ألحان وأغاني، ألحان مسروقة في الغالب وأغاني، ويعني خلاص لما بعطي واحد منهم أروح أعطيها فنان أحسن لي، يعني ما يحتاج إني أروح أعطيها منشد يحط فيها موسيقى ويسميها إسلامية ولحن مشوه وأداء يعني بعضهم في الغالب يعني ما هو أداء ممتاز فيه. هذا اتهام جدا كبير يعني. لا ما هو اتهام، هذه وجهة نظر، أنا أحترمهم جميع. ولا بس أكيد ممكن يكون في يعني قد يكون يعني الغالب إنه يكون في ملحنين كبار، ملحنين ممكن تكون عندهم هذه التوارد للخواطر، أمور نفس هذه الواحد ما يكون حاطها في الحسبان وغيرها. لا أنا لما أتكلم عن إنه يجيب لحن الشيلة، هو الشيلات نعرفها ونعرف يعني. صحيح. كانت لها جو معين وكانت بدون موسيقى وبدون. صحيح. أو الحداء في الأساس يعني. الحين اللي قاعد يصير إنه أكثرهم دخل موسيقى وسماها بغير اسمها، وأخذ لحن فنان ونسبه لنفسه وأدى بصوت في الغالب أكثرهم، لأنه الآن عندنا مئات المنشدين في الغالب أكثر الأصوات نشاز يعني يعني أنا ما أدري وش يعني ما أدري وش الثقة في النفس هذه. فأنا من حقي كمتابع إني أقول الموضوع، أنا ما يعني ما أفرض رأي، أنا أقول رأيي الشخصي يعني، إنه أنا اللي قاعد أشوفه. مع وللأمانة بصراحة والله من 4 سنوات ما سمعت الشيلات نهائيا، يعني ما عاد اسمع، ما ابحث عنها نهائيا ولا عاد اسمعها في في هذه الفتره. هي اللي صاير عند الناس. انا نزلت نجاح البوم اكبر، نزلت البوم في 2011. صحيح. والديوان الصوتي اللي اخذ انتشار واسع وكبير الحمد لله. هذا هو اللي انا اقول لك، بعدها انا صراحه يعني وقفت قعدت اشوف الوضع، اراقب الوضع، لاني انا على يقين ان الوضع اللي صار راح يعني راح يكون له تغيير، مستحيل يستمر على هالوضع، لانه انتكاسه، هذه انتكاسه كبيره يعني. الناس بعد فترة بحس إنه بينتبهون للموضوع هذا، هذه أغنية مشوهة، يعني إني أسمع أغنية ولا راح يعني أوقف يعني. بصراحة هذه وجهة نظر يعني. يعني فيها أصوات جميلة لا زالت، أنا ما أغفل يعني. صحيح. فيه أسماء ما شاء الله تبارك الله، أصوات جميلة جدا وراقية. نعم. لكن أنا اللي أقولك في الغالب وجهة النظر هذه، صار الموضوع يعني طلع مئات المنشدين وطلعت يعني. صحيح. ممكن البعض يكون وراء هذه النجاحات اللي شافها واهتمام الجمهور الحين بشكل جدا كبير للشيلات وغيرها، قد يكون صح ما يمتلك هذه المقومات لانه هو يكون منشد للشيلات، لكن مثل ما انت قلت في بعض الاشخاص يكون ممكن تكون من خلال هذه الاعمال وهذه الشيلات عنده صوت جدا مميز ويخدم هذا الشعر. يمكن صح. ذكرتها على عجالة موضوع الديوان الشعري والديوان الصوتي في 2011 وهذا الانتشار الواسع اللي خذاه،
هل تشوف انه ممكن الديوان الصوتي، وما رجعت سويت بعدها ديوان صوتي، هل تشوف انه الحين ما قام يخدم الشعر ولا الشاعر؟ بالنسبة للديوان الصوتي أنا حتى الحمد لله عندي أخوي وصديقي العزيز الأستاذ علي سعد، هو صاحب شركة الأوتار الذهبية. نعم. والاستوديوهات الأوتار الذهبية يعني موجودة وخرجت يعني أعمال كثيرة للفنانين وشعراء مبدعين. أنا يعني مسألة التسجيل أقدر أسجل في يوم، بس إنه صراحة الجو العام الآن لا في الفن ولا في الشعر ما عاد فيه شيء يعني يسوق الا الشيء السريع يعني مع السوشيال ميديا انك تسجل مقاطع او شيء زي كذا، لكن صحيح. كالبوم محمد عبده الان كفنان كبير ما عاد ينزل البومات لانه خلاص الجو العام تغير. بس يظل للحين يعني دائما ترى ما ننطر احنا، اذا كنت انت تحب فنان دائما تنطر الالبوم الخاص فيه، يعني نادر ما تلقى شخص يحب انه والله يسمع بس اغنيه حق فنانه المميز عنده. صحيح. بالسنه مره مثلا او كل بين كم شهر تنزل له ينزل له سنجل واحد. انت لاحظتي انه خلال 3 سنوات اللي فاتت انه اكثر الفنانين صار ينزل اغنيه سنجل ويوزعها على الاذاعات والقنوات، هذا اللي قاعد يصير. نعم. صراحه يعني لانه تغير السوشيال ميديا اخذت لها جو جديد واخذت العالم صراحه. نعم، السوشيال ميديا هل ممكن هي قاعده تفيدك حاليا؟ هل لك مشاركات من خلال السوشيال ميديا؟ طبيعي، يعني هي منبر الان، وانا اقول انها زينه انها الشاعر ولا اي شخص عنده موهبه بيقدمها يقدر يتواصل بسرعه مع الجمهور، لكن نعم. مشكلتها اللي انا اقولها لك قبل شوي انها صارت على قد ما هي منبر صار فيه كثير اسماء شعراء طلعت، كثير اسماء منشدين، كثير يعني ما عاد فيه فرز، ما عاد يعني خلاص كل واحد يطلع ويكتب عند اسمه الاسم الفلاني ويطلع يطلع شيله ويطلع يعني بشكل كبير جدا، هذه ممكن مساويها، ومساويها الثانيه انها صراحه الغت الصحافه الشعبيه والغت الصحافه بشكل عام والغت حتى اشياء كثيره وصارت الناس تبحث عن السوشيال ميديا عشان الشيء السريع يعني. صحيح، منورنا اليوم اكيد شاعرنا والاعلامي السعودي مرزوق الروقي، منورنا اليوم واستمتعنا الامانه بالحديث معك والقائك لهذا الشعر الجميل. نبي نختم معك في كلمه اخيره وشعر، ايش رايك؟ ابشري، انا اقول اول شيء تشرفت بتواجدي معكم اليوم وقناه الراي من القنوات اللي نتابعها ونفخر فيها كمنبر اعلامي مميز. بالنسبة يعني للقصيدة أنا عندي أبيات إن شاء الله تسعفني الذاكرة فيها، يقول: يا منتهى الحلم، يا منتهى الحلم والرجوى عليك السلام، فاح الحنين بهوى ذكرك وذكرك عطر، كم ليل عدى من أفراقك وكم مر عام، وليالي الفقد طالت يوم طال السفر، وقفت للعابرين، وقفت للعابرين بسكة أهل الغرام، ما غير أدور عن علومك، ما غير نشد عن علومك وادور خبر، واذكر ظروف الزمن واقصر عليك الملام، واشتاق واقول: لا والله مالك عذر، يا كثر ما يكتنز وسط الصدر من كلام، يا كثر ما يكتنز وسط الصدر من كلام، يا كبر كسر ابفنا وانقبر، ما جبر لو ترجع ويرجع لنا الذكريات القدام، عمري معك لذته تسوى جميع العمر. يعطيك العافيه وصح لسانك، نورتنا اليوم من خلال برنامج رايكم شباب وهذه الزياره الجميله، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله من خلال المجال الاذاعي ومجال ايضا التقديم وغيره والشر. يعطيك العافيه على وجودك اليوم معنا. شكرا لكم. شكرا لك. اكيد وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الجوانب اللي خذيناها معاكم من خلال حلقتنا لليوم. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب، مع السلامه.